سلام حبيباتي، ان شاء الله راكم كامل ملاح وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير. اليوم خواتي راح تشوفوا معايا فلوج جديد وفيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يا ربي راح يعجبكم. ان شاء الله تحلي الفلوج يجينا لا فيديو يجيكم تيدا جمنا لا روتين يجيكم تيدا جف اذا دامو ما تعجبكم تيدا كي يكون تقرا يرتي كي تجم تيد اللايك اكدو كومونتير ايدي تنكوراجين اي تخدم يعني يخدم يدك الحماس لاخرج بوجهه وكانت كمل الفيديو هذيو الحاجه تمزو تحلي باك ودي تخسر حاجه صفقت لك يمكن الدوشه ها مازالش بوفو الخص دونك كنت تخسرها في حداي سكي كرا دزي ني راسك كي دزي كتخدم الشغل تي و اتخبوك الحاجه ما انا فاك كنت تخسر فما كي غاشو شوف راه كاش بوفيو شامبويا غيني شامبويا غيني وزا غير ثاني تستخدم دونك هي كنت دينا اسم الاسم نسا كيتو كونازول هذا الشامبو حياتي هي الطبيب اللي حطاها لي باش يتنحى لي القشور اللي راهم في شعري ايفيدامو على خاطر هذا الشامبو ديجا استخدمته اختي وهو سبيسيال تاع لي شامبينيون ومن بعد ما على باليش كيفاش يابليكيو سموس ما على باليش انا كيفاش انا يا الطبيب هذاك قال لي دوشي به كامل دوشي به كامل مي بصح مي بصح كي قالت لي اختي شغل كي سقسيت اختي قالت لي هنايا كيفاش ندير بيان سور الطبيب تاعها كيفاش قالها زعما تدوش بالشامبو تدوش بصابون نورمال بصابون العادي ومن بعد بهادي راح تتجوز على الكور تاعها مي انايا ما قاليش هذاك الطبيب باش الشامبو هذا ما قاليش دوشي بالشامبو واحد اخر من بعد تعاودي بهذا ومن بعد راني بسيشيكيت الا راني غلطه كيفاش سمعت لهذاك الطبيب ولا لا والله العظيم راني بسيشيكيت كامل صافي حبيت تقولوا لي نتوما لي استخدم هذه لامارك تاع كيتوكونازول تاع لي شامبينيون نورمالمون هذه سبيسيال تاع الشامبينيون قولوا لي الطريقه كيفاش ديروها نتوما انا على خاطر ندوش به شعري دوش شغل ما استخدم شامبو قبل ومن بعد ندير هذه لا ندير ديريكتومون هذه صافي نمشي درت حداي امشي نخدم نمسكون نمشي كيتو كوناز ولا كيني درت حداي كني متفرقينا لا دوش قزي حمار بكم مليح طات تزارس ايوا كنا تقوم انكم صاي اد ايوا كنا نكون صاي نخدم الشغل واحد ان شاء الله لا فيديو يكون تعجب ان شاء الله خياتي هذا الفيديو راح يعجبكم دتفصوا راح تشوفوا حماس كبير مع هذا الفيديو راح تنوضوا كامل ان شاء الله ديروا شعراتكم انتم تانيك اما لا راح نخليكم مشاهده ممتعه للجميع ما تنسوش برك خليوا لي لايك اللي يشجعني وتسيروا مساكنه حداي جمتيد لايك كي نيتني تونكوراجي هي فرجه ممتعه للجميع ديجا الحاجه الاولى اللي راح نديرها راح نحي هذا الورد من هذا الكاس صح درنا له الماء مي بصح صاي ذبل كامل وبيان سور كي ذبل هكا الورد يدور عليه الناموس صافي راح نحيه ان شاء الله صباحكم راح يكون منور هكا كيما هذا الورده كيما هذا ماشي كيما هذا لا كيما هذا شباب بزاف سورتو لا كولور تاعو شغل ماشي غوز شغل غوز كلير صافي جات شباب بزاف راح نحيه الثانيه اللي راح نديرها راح نشرب الماء ما هذا بارد شوفوا هيدي قبل ما تاكلوا حاجه في الصبيحه شربوا الماء وانتم اجان شربوا الماء وانتم لاصتو ما تاعكم تكون فارغه والله العظيم سوتو في الصبيحه ملح بزاف باش البطن تاعكم يكون مسطح انا هذه الطريقه بابا الله يرحمه لي وصاني بهذا الشيء قال لي باش البطن تاعك ديما يكون مسطح داير بابا الله يرحمه كان بطنه هكا مسطح بزاف مسطح يعني شغل ماكري ياكل مي بصح جامي ينفخ البطن تاعو انايا الماء نحب نشربو هكا انايا واقفه بصح انا نديرو في غلط كبير نورمالمون كي نشربو الماء نقعدو ونشربو سينو كيف هذا المشكل تانيك ماشي مليحه على البطن تاعكم على خاطر شغل يخلي البطن تاعك يتنفخ شويه مي بار كونتر كي تقعدي هكاك مليح
المهم خياتي دركا راح نكملو في الروتين تاعنا. الحاجه الاولى خياتي كيما تشوفوا هنايا راني جبت هذاك الدلو اللي راه معمر بالماء، وشوفوا الطريقه اللي درناها هو الطريقه اللي نديروها توجور هكا سورتو كي الحق الصيف. بيجر حبيت كامل الناس يديروا هذه الطريقه سورتو اللي راهم عايشين في القريه شغل في الشور اللي ما عندهمش الماء بزاف كيما حالتنا حنايا في القريه تاعنا. ما يجيش الماء كل نهار، يجي خطره في سمانه ولا يجي خطره في 15 يوم دفوا هكاك خطره في شهر. تتفاصلوا كل خطره سورتو كي الحق الصيف. كي الحق الصيف صار جفاف في الجهة تاعنا والله العظيم، شغل عندنا هاد البروبلم تاع الماء بزاف. لا ريجون تاعنا كامل عندها هاد البروبلم، ابار اللي عنده البير في الدار. اللي عنده البير في الدار نقولكم بصحتكم والله العظيم راكم نحيتو الهم على راسكم. المهم حنايا كيفاش نديرو سورتو كي الحق الصيف هكا باغ اكزومبل، كي نغسلو الفواكه كي نغسلو الخضروات، شغل حاجه ما يكونش فيها ايزيت ولا اومو ولا لو جافيل. كيفاش نديرو؟ نجيبو هكا دلو سبيسيال ومن بعد كامل الماء شغل كامل الماء هكا كي نغسل الخضروات ولا اي حاجه واحده اخرى، نخلي الماء هذاك داخل الدلو هذاك، ومن بعد كي يتعمر ولا كي يلحق هكا النص نجيبو هكا. سورتو كي نلقاهم في الصبيحه نجيبوه ديريكتومون ونديه للبحيره باش نسقي الورود تاعنا. وبيانسو حبيت نتوما تاني كامل هذا الشيء ديروه هكا باش ما تلقاش راح روحكم شغل اونبان، على خاطر شغل ايماجينيو زعما كل صباحات تنوضوا وتسقيو الورود تاعكم بالماء بالماء تاع لاسيتان. ايماجينيو والله العظيم شغل راح تقعدوا اون بان والله حتى حنا تقيمو اون بان شغل سورتو كنوف دوكي صافي لا ميثود كي خدمت تمام كون نمثي ايفيدامون ما استعملت الخطره خاطرك لسه لازم تكون شغل كي زين اخدم مثال نورمال ستاف ومسا في مال كنت ذاكي ثورة ذاكي سكينا كنت تجوار ذاكي شحالي شفحاتي حذي وقيد غادي شفحاتي دنو انا غادي دغو ببينيا اش كي تتهدي اش حالي شفحي الشغل يروي مريح يروي مريح يعني شفحك ينزك والله يبارك يشفحي قراب داير ثو انا سي ما ادنا نو كي شطح الورد مو ذاك ادنا مو ذاك ليسونسيال كان نتسوى لا ميثود تخدم معاتي حذي نخدم اسقع جفير ان شاء الله نخدم جفير وكخامي نخدم افجيون انت ميروك اغورس امانوك زعما باغ اكزومبل انسير د خضرة انسير د ليسونسيال تيريال د يوس ني صابون ني لو جافيل ني ايزيت شو يوكن يا القاج واحد نخطو فاس دوك شو انا ديال باغ اكزومبل انسير د خضرة انسير د شجرة انسير د فاكهة انا شو انت كاع ماني اوليفيا نذكر اماني خاطي انت جماعة ندير دخلوا فيديو ومن بعد كي يوكن نسول واردنا يوكن دي مغورة ان شاء الله كيجيو شوري وكنو تغني مثلا اون بان خطا مات كم صفحه تسوم 80 تسوم في الوارد نكون تسوم من نورمال ومن وسيت شور شور شغل خلا سوت ميري خلا الوارد الساعات خلا اتبرد خلا بومن صافي لا ميثود دي خدمه ان شاء الله كنتي تسوان كوامل ذكي ثوران كان مش خدمه غير وارد كذا كي كذا تسجاني نتفح خدمه ثقرات يوث يونج وارد نش حد يشفح وغا هد 150 نتفح تي حذي يقوم اذيا وزغرا يقوم وكد يسفوك جيون. المهم بخما استقع تاكيني في دراستك سودا في دراسة سودة ثقرحتني تامرة ثقرحتني ثاتو تامرة انت ذا مانا بها تجاني ناري فنسنت اتسدو من تستاول استاول يوكن يوكن شغل خاص تخذ انت زعما باغ اكزومبل كاد صفحه كي جيت تخذ انت نهار شو ثلاث ساعه انت من خطا في جهاز انت كنشي طح تاد كان ثقط تر ثقط تر اكن وكن وكن ان شاء الله هذا انت ان شاء الله سورتو تتفح ثقي فاغتا لا فيريتي فاغتا تتفح ثقي اختك تفحني يزيك زعما مش طحش حيدي تحمده. ومن بعد ما الزواد نتي حلينا كنت دو واحد بيبينياتي دو غا واحد 150 الف شفا مليح فلاس يا نو غاتي ديك نيت كنت لي في المي ديجا لينا 150 الف كسوا غي ساعه شرا الورد داك كنا حق ربي تي حدا تحسو غير الجنه تي ليا اسني مي روح بيبينيا ني مي واد راك كي زواد نو والله العظيم انا عاكني الجنه لا فيتي صافي فغي غادي فغي ربي ان شاء الله. لقيت راقدي وغدد اف كوزين تو فار دي مات تاعي
حتى موسكوتو تغني راسا يغوت تبارطاجي غادي تكون انت توريم يعني موسكوتي قد نخدم ساكيني انشتي ديت الله يبارك يعني انت كي نخدم كل اس سلمو ولا كي نخدم كل اس نحمج موسكوتو غادي حدايا وخمنا والله اسدار وش في اللاس ام سلمنا من كين هي نحمجي توك تا كاع تسليك داير تا كاع تسليك هنا كي كي باغ اكزومبل مول شي سكيف فين دي ناروي تتخزمست المول ني حاصنا اشتريت سوا سوا تسدك كي كيفاش فورن فورن اشتريت يعني تكتم المول ني قيفو في دي تقد ديالها ليسونسييل نورمالمون كنا خمنا سوا نخمن موسكوتو خاطر نحمج مزيح مزيح موسكوتو يعني يعني تفاضيش كيتا المهم تي ملاجين تو هاتي حدايا كيني اشحال تي ملاجين نستخدم الساعه 12 تي ملاجين ايفيدامون كون متي ما تفغا متى تفضل لي زانكيديو خمم متى 6 وكن ادي صباح سوا سوا في المول كنت مني مشطوح ومن بعد داك ساعه نخسين لي كوبلي صافي ما الا تفضلت لي زانكيديو يون كان كوبلي راه تخدممت انا يا خياتي حبيت نشارك معكم موسكوتو وصفه تاع موسكوتو عملاقه نديروها في دانا بيان سو حنا نعشقوا موسكوتو صافي لقيت يما راهي دير فيها وحبيت نحضرها معكم عندنا 12 حبه تاع البيض وعندي تانيك زوج كيس زوج كوبلي سكر سكر العادي سكر كريستاليزي ومن بعد هنايا راح نخلطوا هكا السكر مع البيض حتى يدوبل الفوليوم تاعها ويولي لا كولور تاعها بيضاء تماما لقيت حذايا ثوث هذو كاسو باتو لقيت كثار كثار جماعة توجد دوك دوك لا كولور سو كلي كتوريمت تتوريمت بريك تفتجد لا كولور سو غير تشوف حند ومن بعد تي حذايا ميثولام توك بلي كيما لازم يروين تو غادي تشوف حنين يا ترويك وسكرني ادناوي اقو بلي كينزي في كاس توليف انكم صيانا نساوي 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 كان ومام طوكو نمتا ترقو نمتا كي ناس سو باترن هنا يا خياتي كيما قلت لكم كي خلطنا بيان البيض مع السكر بيان سو تبدلت لا كولور تاعها ولات بيضاء راح نزيدو هنايا كوبلي تاع الزيت النباتي ونزيدو شويه بشويه ومن بعد دوك هنايا رانا ولينا للنواشف وبيان سو هنايا الحاجه الاولى درنا شويه من الفارينه للداخل ومن بعد درنا قشر تاع الليمون ولا لافاني ديروا اي حاجه حبيتوها نتوما حنايا راح نديروا قشر تاع الليمون انتما الى ما عندكمش قشره تاع الليمون ديروا قشره تاع البرتقال ولا ديروا لافاني ولا اي اورام حبيتوه نتوما ومن بعد ثاني راح نزيدوا 3 ساشيات تاع خميره الحلويات هنايا يما حبيت تغرب لهم حبه تغرب لهم ومن بعد راح نزيدوا في الفاينه شويه بشويه وراح تشوفوا لا تيكتور تاعها في الاخير لقيت حدايا كاس توليت نوعد الفاينه الفاينه تاع حدايا كنت تشيل على ديك تويس كون قالو خاطر ثلاث فاينات تسو ثلاث فاينات تسو لا صافي من كل يوم ثمك صافي كنت ديجا توريم ثلاث ديك تويس كون قالو ام شارات فو داك فيها مثلا قمت قمت كان ستاو ستاو هنايا كي تخلطو خلطو بلا عقل بلا عقله ومن بعد هنايا رانا جبنا المول تاعنا كيما تشوفوا ودهناه بالزيت وزدنا تانيك وزدنا تانيك الفرن هكا من الفوق ومن بعد راح نديروا الخليط تاعنا داخل المول دو فاصون هذا الموسكوتشو سهله بزاف بزاف جربوها والى حبيتوا المول الصغير قسموا كامل المقادير ديروا 6 حبات تاع البيض كوبلي سكر نص كوبلي زيت ساشيه نص خميره الحلويات وبيان سو شويه من قشور الليمون وراح تخرج طوب دو طوب اهنا يا دركا هذه هي لا تيكستور تاعها في الاخير الفاين اخياتي ديروا على حساب على حساب لا تيكستور على خاطر كاين الفاينه تتشرب وكاين فاينه اللي ما تتشربش وراكم تشوفوا دركا القوام تاعها كيفاش هي تكون شويه جاريه تكون شويه هكا جاريه هتجي تحلي تزرش تطوح لاباتني وبالنسبه للفروخياتي رانا شعلناه مقبل بيان سو لازم كي ديروا الموسكوتشو تاعكم لداخل لازم الفور تلقاه سخون ومن بعد بالنسبه للدرجه خياتي ديروه على 180 درجه وتسيبو دركا رانا كملنا من الموسكوتشو دركا راح نستناوها حتى نستناوها حتى طيب ومن بعد نكملو الديكور تاعها هنايا راني وليت باش نغسل هاد كيفاش يسمو هذا تسبلتاكي السر تسبلتاكو كوتشو تاعي حداي ديجا سوا جوادني لاني لا نعرفني خاطر جوادني كيف غير هي سدريع لكن ثلاثة حنا تسيري دروك تاكيني وكنت تهكي انا غرصة ما نتيسيت اد نتسميري كان ديوس صافي نكسيت الشهر كنت حوج هنا جينيرال مون كون فدو كان تسيري دروك تولا غاتي حنايا تسبل تاكي زضاي غاتي نحمل نحمل خاطر تشوف حنت داخل اش كي تشوف اماني ما تنطور ديجا ما تعجبني ما تنطور كنت تيمي انا داخل نطور دوك كان داخل يشوف حان انه شوك شطح وشوك ولا شطح تمسين ديالنا صح اش كي زاد
لا فيتي حمزه امان ما تنوجا كي كيتيز ديال نار خاطر تصوضش كي شوج شو عم دجفن وماني خاص حمان خاص الغن يعني عم دجفن اتي سي دوك انا تشوف لا سي دوك تفتي سوني تي شبح خاطر الساعه انت كي تطح ساعه كي كيزام تم باش ما تطفزك لي سنت واي يطفيت الزيت ويطفيت سوقلوم ويطم كل يوم نمك صافي اتي دنسير دو كلي السير دو دان طرف ونجي كيف كيف وكي يوبليجي هنا يا خياتي كيما قلت لكم راح نغسل هذا واش كيفاش يسموه هذا الدرك هذا تفتح تيجي مش كيس قام تفتح بتاية هذه تاع البلاستيك راح نغسلها من الداخل ومن الخارج تاني لازم علينا نغسلوها في كل الجهات هكا باش نعمر عليها الماء وبيسو الماء هذاك العذب الماء نقي ونشربو فيها ان شاء الله هنا يا كيف كيف ماما روبيني هذا راح غسلته بيان بلو جافيل مع ايزيس وتانيك راح نشلو بيان راح نشللها بيان هكا باش ما تقعدش الريحه تاع امو ولا تاع ايزيس ولا تاع لو جافيل للداخل هذه المخطه تاعها كيف كيف راح نغسلها بيان ثقي في حاجه مقتنس كيف كيف غادي تسيروكو بيان دو تفاصون لا روتين كي نورمال مخ دما دخما كنت تدي كوراج خاص كنت خماج كوا خف كان كنت تدي ديشا تدخل من تسيد نحط لقيت يمكن اني عندها سارسه تفتيثني اتي تصفضو كلي اساسا تو تفتيثني كسفلا اسال غمان وفغا سرغا تحدي مش كي نخدم تو انك كلس كي نعاود كنت تدي بلاد على ثقه عطيني كونجيلينا على خرج وفغا خمم مزيح خطون تسوكاز شوجا تسولوك يسوكاز انت من ورا وقت ما تسوند يا سوكلي صافي اتوقع صوت ما تف ما دون كاين سحر حرون احما وكل حاجه شو خطا ماشي جوان زعما كي الحموني مليح 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 راه مازال حاش يطح من كوم من خاطر ديك تاع الدم راه تحبو من نفس سوا وبجيجي بس كي كي تخدم كي تسال كي كسمع انا ما صاف الدم كي تمزوالو لكن كي تاقدي على دم وسكوتيني تاع ثبوا اسخ ما كي سوف لازم تسخ ما شكو لازم تسخ ما كونفيتور دانت كي تسخ ما كونفيتور سخ ما كونفيتور اسالون دانت كاوكاو كاوكاو كد نزلت تسخ الاشوار ديجا كذا زوان شطحي وكنا تحس مثل قوني اذا غنت الشوكولات فغاش حار تزيده صح كان الشوكولات فغضو الطب اهنا يا خياتي خياتي هنا يا خياتي هنا يا خياتي كيما راكو تشوفوا راني نحيت المسكوتو تاعنا من الفول ومن بعد بالنسبه للديكور ديالو الديكور اللي حبيتوه نتوما ديروه بالشوكولاته ولا انا درتها بالكونفيتور ودرت لها هكا كوكب من الفوق ريحتو في الاشوار وبيس تحرقت شويه من تحت شوفوها فغادي تحلي الشطه هكا سوده ثوريا شوفوا انت دينا انا ثوريا تو راه نسوج قهوة دروك راح نشرب القهوة وهذا الروتين خياتي ماشي تاع اليوم كامل هذا الروتين تاع الصبيحة برك مازال ما بديناش الفطور على خاطر عندنا خدام راهي يلبس ليكستيريور تاع الدار صافي لازم نوجدو في الفطور اما لخياتي دروك راني ناكل في المسكوت اللي دارتها يما ودروك تاني راح نشرب هكا حبة تاع فيتامين سي وبيسو ما رانيش ناكل في الفيتامين هذا توجور لا 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 كل خطره كيفاش دي فوا خطره في 15 يوم ولا ليسونسييل الى هنا لحقنا الله في طال فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله ما تنسونيش باللايك لدعم القناه وتعنيك الكومونتير اي تحدي جاكم دي لهنا دي لما دي تلويث على فيديو ان شاء الله وتسوي متى كان جبتي دي لايك ا كومونتير اتابوني في مازال اتابوني اتاكتيفي لا كلوش باي باي.